دلوقتي خلونا نشوف مع بعض تقرير عن الصوم المتقطع للجسم، فوائده ايه هي؟ هل ليه فوائد للتغذية الصحية ولا لا؟ خلونا نشوف دلوقتي في سياق هذا التقرير. كام سنة اللي فاتوا تمت أبحاث علمية كثيرة جدا على الصيام المتقطع اللي هو شبيه تماما بالصيام اللي احنا بنصومه، وأثبتت إن هناك فوائد صحية حقيقية كثيرة جدا، على رأسها إنها بيحسن وظائف المخ، بيحسن التركيز، بيحسن الحالة المزاجية، بيعالجوا بيه حتى بعض الأمراض اللي زي الأوتيزم والصرع. وده تفسيره ان احنا في الصيام بنستعمل مادة اللي هي الكيتونات كبديلة للسكر، يعني احنا بننقطع عن السكر تماما، فبيبتدي الجسم ياخد الطاقة من الدهون الموجودة في جسمه، ودي بتبقى اسمها الكيتونات. الكيتونات دي لها فوائد صحية عالية جدا. الحاجة التانية المهمة قوي ان الصيام لمدة طويلة بيعزز نمو المخ، بيخلي فيه خلايا جديدة تتكون ووسطات جديدة تتكون، وده من الحاجات اللي انا بقوصي بيها حتى انه يعني الناس الكبار اللي يقدروا يصوموا يصوموا، لان ده بيساعدهم ان حالتهم المزاجيه تبقى احسن والتركيز بتاعهم يكون افضل. الى جانب ان في حاجه مهمه جدا بتحصل مع الصيام، حاجه اسمها اوتوفاجي. اوتوفاجي يعني ايه؟ الجسم بينظف نفسه. يعني ايه الجسم بينظف نفسه؟ طول ما احنا عايشين في خلايا عماله تتكاثر وتتوالد، كل كام مليون خليه بيبقى في خليه مش مظبوطه او في بعض الـ يعني النفايات. الحاجه الثانيه انه بيرفع المناعه جدا، بيحسن الجهاز المناعي وبينشطه، وبيحسن طبعا، وده حاجه مهمه جدا، السكر، لان احنا لما بنمتنع عن الاكل مده طويله بندي راحه للبنكرياس انه ما يفرش الانسولين، لما بياخد الراحه دي والسكر ما يقعدش يطلع وينزل، ده بيدي فرصه عظيمه لعلاج السكر. واللي عنده قابليه انه يجيله السكر ان شاء الله مش بيجيله، لما بنحتفظ بنظام غذائي جيد بعد الفطار.